محلي ووطني وشعبي على اننا صراحه يعني كل حزب من الاجتماعات ديالو داخل الاقاليم بعدها اتصل بي السي سعيد اروش بصفته رئيس فريق التجمع يعني حزب الاصاله والمعاصره وطلب مني باش نعقدوا واحد الاجتماع ديال رؤساء الفرق وبالفعل تم الاجتماع بارك مقال رئيس التجمع ديال الاحرار بحضور رئيس فريق حزب الاستقلال محمد الكناني وكذلك رئيس فريق الاصاله والمعاصره السيد سعيد اروش وكذلك الاخ رضوان السين بصفته رئيس فريق الاتحاد السوري. دورة اكتوبر كان فيها لغطون واحد مجموعه ديال التاويلات في يعني قبل الدوره هذه لان كان هناك ديك المنصب الشاغير يعني وخلطت الحابل بالنابل. حنا باش نبينوا الراي العام ان صراحه كتجمع الاحرار حنا دائما منضبطين في العمل السياسي ولا تهمنا سوى مصلحة العامه للمدينه لان الناس عندنا مسؤوليه قدام العبد وقدام الله. الساكنه مدينه طنجة عملت فينا الثقه وخصنا نكونوا اهل ديك الثقه وميمكنناش نغطيو الشمس بالغربال. احزاب ديال التحالف عملت واحد الغلط هي اننا رغم اننا جلسنا البارح في حزب تجمع الاحرار على اساس نتفقوا شكون هو المرشح لهذا المنصب الشاغر اذا به كنتفاجئوا على اساس ان اليوم واحد البلاغ كيخرج وحنا باقي ما كملناش المباحثات ومع العلم ان النقطه حتى 18 في الشهر. اذا هناك نيه مبيته وسوء الفهم. حنايا عندنا الحق نجلسوا مع جميع الفرقاء لان مور انتخابات حاولنا نجمعوا مع الجميع. علاش؟ لان الهدف ماشي هو الصراعات، الهدف هو المصلحه للمدينه وقطع طنجة مدينة. انتم ما عارفينش شنو راه فقها مشاكل والاحرار كان هو الخاسر الاكبر وحنا كنشتغلوا كفريق واحد تما لان الهدف الاسمى شنو غنقدموه للساكنه لان المستوى والثقه ديال هذا الناخب خصها تكون في الناخب يعني في المنتخب بصفه عامه حسن ما يكون العزوف. لهذا حنا كنحاولوا اننا نقدموا واحد الصوره حضاريه واحد الصوره اللي هي مهمه. كنتمنوا اننا السيد عمده يكون حكيم ويجمع جميع الاطراف وهو اللي قال غينفتح للمعارضه ويحاول انه يجلس مع جميع الاطراف ونجمعوا كرؤساء فرق وكمنسقين ديال الاحزاب ونخرجوا بواحد التوليفه اللي كتخدم المصلحه ديال المدينه اولا واخيرا. حنايا من بعد اتفقنا على اساس بناء على تعليمات ديال الساده الامناء العامون حزب الاحرار اللي في شخص رئيس حكومه والسي نزار بركة الامين العام ديال حزب الاستقلال والسي الامين العام اللي هو وهبي. كانت نقاش على مستوى الرباط وكان اتفاق على اساس وكانت مجموعه ديال المناوشات بين هذه المجموعه ديال الاحزاب ربما كانت نقاشات سياسيه غنسميها انا وتعطى التعليمات وخرج بيان ديال الامناء العامون ديال ثلاثة الاحزاب مشكلي الحكومه من اجل التحالف التماسك ديال التحالف الحكومي. حنا من بعد تعقدت مجموعه ديال اللقاءات على مستوى الاحزاب السياسيه بيناتهم اللجنه المركزيه اللي عملت اجتماع ديال حزب الاستقلال واللي تعطى التعليمات الساده المفتشين الجهويين والمفتشين الاقليميين على اساس التحالف يستمر وتكون قوه زاد قوه التحالف وتزاد استمراريه وكون هذه التجربه ناجحه على الصعيد الوطني. حنايا دار الاجتماع هنا في مدينه ديال طنجه وجاو الاخوان اللي كيمثلوا الامين العام بناء على تعليمات ديال السيد الامين العام وعطونا تعليمات صارمه على اساس حنايا في التحالف غنبقاو في التحالف وحنا متماسكين بالتحالف. هذا هو الدور ديالنا حنايا كمسؤولين محليين. حنايا فعلا كنقولوا على اساس النائب ديال العمده يبقى في اطار التحالف وماشي معيب ولكن يكون نقاش مسؤول وهذا الانسان اللي عندنا نختاروه ماشي عيب نناقشوه ونعرفوا الطريقه كيفاش غنديروا هذا البوست. الهدف ديالنا شنو هو؟ هو واحد تكون واحد قيمه مضافه لهذا المكتب واحد انسان او واحد انسانه ربما تكون مراه وربما يكون راجل ربما اللي عايز تكون واحد قيمه مضافه باش نقوي هذا التحالف في المستقبل ان شاء الله. قضية منصب يعني النائب الأول هو ذو رمزية سياسية، رمزية سياسية كيطرح سؤال واش هذا التحالف اللي كيشكل جماعة غيحافظ يديرها النائب ديالو منه أم هل لديه الشجاعة باش ينفتح على يعني نقولوا احنا فاعلين آخرين ويتوافق هذا المكون الأغلبية يدخل شي فاعل آخر إلى آخره أم أنه يعني انقسم وهذا ما وقع نظرا للملاحظات اللي بينتهم هي ملاحظات كيعبروها الاخوان اللي هما يعني الان خارجين البلاغ الثلاثي للتعليم في الاعلام ولكن كيبقى يعني ملاحظاتهم راه سمعناها في اللجان وسمعناها في الخطاب السياسي راه كان عندهم ملاحظه على تدبير الرئيس الى اخره. ولكن نقولوا على مستوى المعارض ايضا بحكم العلاقات ديال المعارضه والتدبير ديال هذه السنتين احنا بغينا نقوي جبهه المعارضه ونرفع من الاداء ديالها وطبيعه الحال كاين الناس اللي طرحوا اسماء ديالهم
هذا احد معارضه احد الافراد ديال المعارضه وكان عنده رغبه ايضا باش يعبر الاسم ديالو. نحن كفريق العداله والتنميه كما قلت لك يعني كنقراو الساحه كنقراو المعطيات السياسيه كنقراو الفرقاء يعني ولكن يعني الافق ديالنا هو كله يعني موقف لنا هو في افق خدمه مشروع ديال يعني نقولوا حنا ديال الدور المعارضه والتقويه ديالو يعني من خلال تحريك الجماعه وتحريك الرئيس باش يقوم بالادوار ديالو.